السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناتكم أبورين للإعلان. مرحبا بكم كاملين، مرحبا بنا الجداد اللي التحقوا بالعائلة. إذا خوتي الأعزاء اللي كنتوا حتى نتوما أول مرة غتشاهدونا، ضغطوا الآن على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بجديد الإعلانات وجديد الفيديوهات. إذا خوتي جات لكم الاستمارة اللي طلبتم عليها بزاف ديال شركة جيت كونتراكتور، شركة اللي معروفة وشركة كبيرة وعندها فروع بزاف ديال المدن المغربية. الشركة هذا هو الموقع ديالها ومختصة في بزاف ديال المجالات، أهمها يعني كتخدم مجال ديال البناء. الناس اللي كيخدموا المهنيين، الناس اللي كيخدموا الحرفيين، يعني كيخدموا داكشي ديال البلومبري، الناس اللي كيخدموا في الالكتريسيتي، مجال ديال الكهرباء، الناس اللي كيخدموا في الصيانة، الناس اللي كيخدموا الالومنيوم، النجارين، الناس المهنيين بصفة عامة. يمكن لكم انكم سبونسيو لهاد الشركة. الناس اللي كيخدموا ايضا في البناء، فالشركة راه كتوظف الاخوان، صيفطوا ليها عمرو استمارة، صيفطوا الطلب ديالكم ان شاء الله راه يكون الخير. اذا كما كتلاحظوا هذه الشركة، هادو يعني داكشي اللي كانت خدمات الشركة. دونك كما كتلاحظوا خدمات في المجال ديال الاقامات السكنية ويعني المحطات ديال القطار، دونك هادشي كامل كتخدموا هاد الشركة. كاين الفرع ديالها في مدينة الدار البيضاء وعندها فروع مختلف المدن. كما كتلاحظوا هنا هاد البنايه يعني في واحد المجمع الصناعي اللي كاين في الدار البيضاء بالضبط في الحي الحسني، راكم تعرفوه. فهاد الشركه ديال جيت كونتراكتور فهي اللي تكلفات البناء ديالو والصناعه والصيانه ديالو. شركه معروفه بزاف وراه كتوظف الاخوان. ايضا الناس اللي كيخدموا في المجال ديال البيغوتيك بالنسبه للانسات والسيدات والساده اللي كتخدموا في البيغوتيك، البوطابيليتي، الناس اللي كيخدموا في لا جيستيون، الناس اللي كيخدموا في لا ريسبسيون. يمكن لكم انكم تعمروا الطلب وتصيفطوا للشركه. والناس ايضا اللي كيخدموا في الرافعات كما كتلاحظوا، فتوكلوا على الاخوان وصيفطوا ان شاء الله ما يكون الخير. اذا هذا الموقع ديال الشركه، والان غادي نشوفوا ان شاء الله الاستماره، نعمروها ونصيفطوا الطلب ديالنا على بركه الله. اذا هذه الاستماره اخوان والاخوات ديال الشركه. كل ما عليكم انكم تعمروا كل الكنيه، السميه، ادريس ايميل، نيميرو تليفون، نيفو ديتود، ليكسبيريونس بروفيسيونيل، جوانيو لو سي في وجوانيو لا ليتر دو موتيفاسيون، وتكتبوا واحد لو ميساج، واحد الرساله اللي هي بسيطه، كومونتير بور الريكروتور، وتصيفطوا الطلب ديالكم. دونك غادي نكتبوا اول شيء السميه الكنيه، وغادي نكتبوا لو برينو. نحاولوا تكتبوا المعلومات يكونوا صحاحه الاخوان والاخوات، ما يكونش شي غلط باش الطلب ديالكم ان شاء الله يكون مقبول. لادريس ايميل دونك نديرو اوفر دومبلوا 132@gmail.com. بالنسبه لادريس ايميل حاولوا تكتبوها بالكلافي كيف ما كنذكركم دائما، ما ديروش ليها كوبي كولي، كتبوها بالكلافي باش الاستماره تمشي. غادي نكتبو نيميرو التليفون دونك نديرو 06، ولا عطيتكم غير مثال. هنا غادي نحددو النيفو ديتود، غادي نلقاو باك بليس 2، باك بليس 3، بليس 4، بليس 5، بليس 6، فما فوق. نديرو حنايا باك بليس 2. هنا كنلقاو ليكسبيريونس بروفيسيونيل، واش ديجا دوزتي ستاج يعني في المجال اللي بغيتي تخدم ولا تخدمي، واش ديجا دوزتي غير ستاج، اولا عندك تجربة ديال 6 شهور 6 موا، ولا عندك تجربة ديال 1 عام، اولا تجربة ديال 2 زون ولا 3 زون ولا 4 زون ولا 5 زون، فما فوق. حنا نديرو في مثال غير انو يعني عام ديال التجربة في المجال ديال العمل. دونك هنا كنوصلو لو سي في، كنكليكيو على شوازيغ ان فيشي، هنا بالنسبة للناس اللي معارفينش ما كنمشيوش لاباري فوتو، ما كنمشيوش كاميسكوب، ما كنمشيوش اونغيزيستر فوكال، كنمشي مباشرة لي فيشي. دونك كما كتلاحظوا اخوان اخوات، دونك انا عندي لي سي في فورما بي دي اف وفورما وورد. دونك غادي نجرب واحد فورما وورد. دونك غادي نشوازيو هاد لو موديل. كما كتلاحظوا هو لي سي في تحط، كيبان لكم بالاسم اللي نتوما مسمينو عليه. ومن بعد غنكليكيو نفس الطريقه، غنكليكيو على شوازيغ ان فيشي بالنسبه لا ليتر دو موتيفاسيون. غادي نمشيو لي فيشي ديال التليفون. دونك هنا غادي نكتبو سي في، غا
غادي نحددوا واحد لو موديل فورمال وورد حتى هو. دونك كما كتلاحظوا دونك حطيت سي في فورما وورد وحطيت لا ليتر دي موتيفاسيون حتى هي فورما وورد. عفوا هي هذيك وورد سمحوا لي. مزيان دونك من بعد الاخوان كيبقى لينا لو ميساج واحد الكومونتير اللي غنكتبوه. دونك غادي نخليكم واحد لو موديل في صندوق الوصف يمكن لكم تخدموا به. تقدروا تكتبوا في مثلا بونجور مدام مسيو وغادي تكملوا الاخوان. خليكم لي موديل يعني باش ما نطولش عليكم الفيديو. غادي تكتبوا تزيدوا فقط الاسم الشخصي وتزيدوا الاسم العائلي وتزيدوا النيميرو تليفون في الاماكن اللي غتلقاو فيهم ديال النقاط واحد النقاطي. غتزيدوا الاسم والكنيه والنيميرو تليفون وفي الاسفل غادي تزيدوا لا سينياتور غادي تزيدوا السميه والكنيه حتى يعني من بعد ما كتساليو لو تيكست هذه كتسمى لا سينياتور. دونك مثلا ابو ريان فوالا بعد ما كتساليو لو تيكست ديالكم. دونك كلشي غنخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. نخلي لكم الرابط ديال الاستماره ونخلي لكم لو ميساج وعمروا لي زانفورماسيون ديالكم بشكل صحيح ما يكونش شي خطا لا في السميه لا في الكنيه لا في لادريس ايميل لا في نيميرو تليفون والاكسبيريونس. تحددوا الاكسبيريونس بروفيسيونيل او نيفو ديتود جوانيو لو سي في ديالكم ولا ليتر دو موتيفاسيون. ومن بعد الاخوان ملي يكون كلشي هو هذاك كلشي مزيان تكليكي على بوستولي وتصيفطوا طلب. دونك غادي نكليكي على بوستولي الان ونشوفوا واش غيعطيوني رساله ديال كونفيرماسيون بان الطلب ديالنا راه مشى للشركه. فوالا كما كتلاحظوا هذا لو ميساج ميرسي بو فوتر ميساج اي لا ايتي انفويي. دونك الطلب ديالنا مشى للشركه ديال جي تي كونتراكتور. من بعد ما غادي يراجعوا ان شاء الله لو سي في الا كان بروفيل مزيان راه غادي يتواصلوا معكم عبر الهاتف ومن بعد راه يعطيو لكم باش تجيو ديروا لونتروتيا. بالنسبه للشركه راه كاينه في المقر ديالها كيف ما قلت لكم في الدار البيضاء وعندها فروع باقي المدن اللي هما كاينه في مدينه مراكش كاينه في مدينه طنجه كاينه في جديده كاينه في السله الجديده وكاين فرع في مدينه برشيد وايضا كاين فرع في مدينه القنيطره وكاين فرع في مدينه العريش. ومازال الشركه راه كتوسع مازال غيكونوا فروع اخرى ان شاء الله في باقي المدن. اي مدينه كنتو يمكن لكم انكم تبوسيليو وتصيفطوا طلب ديالكم عمرو استماره بشكل صحيح كما وضح لكم في الفيديو وان شاء الله ما يكون الخير ونتمنى لكم التوفيق والله يسهل على الجميع. اذا خوتي مازال كاينين ان شاء الله دي زوفر دومبلوا اللي غنبارطاجيهم معكم ان شاء الله. مازال كاينين دي فورمولير اللي غادي نبارطاجيهم معكم باش تعمروهم. وكنعتذر يعني هاد اليومين تقريبا السبت والحد ما حطيتش دي فيديو راه كاينين بزاف ديال لي زوفر لضيق الوقت ولظروف شخصيه يعني ما لقيتش كيفاش انني نحط لكم لي فيديو. مازال ان شاء الله غنبارطاجي معكم هاد الاسبوع اعلانات جداد وحصريه وان شاء الله كلشي غادي ان شاء الله يسهل علينا وكلشي غادي يتوظف ونتمنى لكم التوفيق. فقط بغيتكم تدعمونا بواحد اللايك للفيديو وبارطاجيو قدر الامكان مع الناس الباحثين على العمل. بارطاجيو مع اصدقاء والاحباب باش كلشي يستافد ان شاء الله وشاركوا في قناه وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد فين ما طاح شي فيديو توصلوا به ان شاء الله. ونتمنى لكم التوفيق والله يسهل عليكم. تبارك الله عليكم خوتي. كان معكم ابو ريان. وشيء اخر سمحوا لي الاخوان ما تنساوش تلتحقوا بجروب تيليجرام. بالنسبه للناس اللي مازال ما دخلوش معنا الجروب مرحبا بكم كاملين. غادي تلقاو في صندوق الوصف الرابط ديال تيليجرام اللي هو هذا. غادي تكليكيو فقط على الرابط غادي تدخلوا مباشره للجروب معنا. توا كنحطوا فيه اعلانات جداد ان شاء الله مازال غنبارطاجي معكم جديد في الجروب وايضا لي فيديو. بالنسبه للناس اللي ما كيتوصلوش باشعارات راه كنبارطاجي فيديوهات حتى هما في الجروب يعني باش يبانوا لكم. ونتمنى لكم التوفيق والله يسهل لكم كاملين. ودائما معكم ابو ريان ان شاء الله حتى يسهل لكم لا بالعمل او لا الوظيفه اللي كتقلبوا عليها. اذا خوتي هذا ما كان. نتمنى لكم التوفيق تبارك الله عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.